الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الثاني عشر حديث كاتم إلا ما يروقنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وغيره هكذا. عن أبي هريرة أبي هريرة ملك شيخي قال بهر أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك على ما يري من حسن إسلام المرء روح إسلام نمذي سوى فيلهانتي أمي كمدى تركه أنت أسكو كتاب ما لا يعنيه ولا أس دمبني في جنة مصلحة مصلحة الدنيا آخر بب إني في جنة أنت أسكو كتابه روح تلمذي هذا كتاب من يوري وغيره تلمذي غير شيء يوري هكذا صدق وريه. نعم دين الإسلام كذا ما أنتي ما يوها كمال يوناك يهو قفك إسلام نمدي سكامل نمدي ما يكون مت أنتي ولا فائدة بإني كتير أسكوك تاب فولب ما قفك أدوم لي آخرين لي قفك أنتي كمشغول سنة هذا والدنتيس كجرت أو أدون شيء أو مصلحة ديس كجرت أو جيت حلال أو أسا أو كشقي سدو مصلحة ديس كجرت أنتي كمشغول سنة مايا أنتي دعاء إلهي سبحانه وتعالى دعاء إلهي إنك دواء دو أنتي إسك مشغول سنة لما هذا سيتو ليه وقفك مسلم كأ أيان وقفك أرنتي أسيك قاب سدا ما يواجه إسلام مديس كاملو إسلام مديس سفيلة كسعد. أما هذه قفك والأسود دمبني كجرم مشغول كمشغولة وقت جاي كدومي خساري كنجراس قفك ما يلفظهم أفرن شيء أنتي كمشغول إلهي ذكر جاي سبحانه وتعالى إلهي ذكر جاي سبحانه وتعالى قالك وناكسن أو بر والكين ترو أنتي إسك مشغولي سدي سدا سدي سب ولا أقوم ذل هاي تف أو خير كه فربنا أو إلهي سبحانه وتعالى ذكر جي ليهاتا دعاديس ليهاتا صلاة ليهاتا زيارته لمريض ليهذا لان أو جسم الله زيارة ليهاتا قرابة الله زيارة ليهاتا والدك أو مسألة هذه لك الشقي ليهاتا أو بحر فلمس لك الشقي ليهاتا ما يوها خيراتك أو إلهي سبحانه وتعالى لك oo eed iyo dantar inta badan yiin danta adag markii hoolaga aad dukaanka aad ka shaqeysadaasa oo xeer ama email raay masna hoolaga aad dhaqaaleysadaasa walaalo walaagi xirfada ah oo aad xaaladaasi masnaad aad dukaanka ka shaqeysadaas awlaada wal in sheego hayti mise awlaada tarbiyo hayti adamay waaha qof ka masnuunka ma ila faday intii hoolitiis kama shaqo sanad amma haddii qofka maarinay fadhiga dirir tan hata oo zamankii in badatay maqaayido la fowar la wada fadhiyo mayle sheegay mayle ari sada erreen walaan la kama shaqoolsinay kulli khasaare qofka kaata sidii rasuulka nabi kaleey salaatu wasalaam ari man jalasa majlisan qofki meel fadheeda lamid kullaha taala fihi mayle sayb ilaahi in ka xusna kaanad alayhi min allahi tira may korshay hadase khasaare iyo lixisaabtan dabagal oo lan qabsada fadhigaasay sadaas rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam iyo ri marka dadka muslimiinta ma ila ku faday waqtiga intii walaay faa'iide dadka ma kasaayaan waqtiga qaali may ku qaalsiyaan dahab iyo dollar ku qaalsiyaan may weelay qofka bani'aadamka noolan lan usan nooliyin ilaahay si subhanahu wa ta'ala naxmi ilaahay si fursad qaali ah usan la siiyo bilaash ma ah allah allah dadka dhaniyan dadka dad ka beed barsho dhamaato wiin iyo maarane in oraliyo ka kasbadaayaan oo khasaara adduunii aakhira insheenasa waqtiga bawal qiimo laba orodiyo ma ko inta wala ku sheekaystaan waqtiga dhokta ka dhamaayeen la leeyay oo marka barsho turba dhigayaan barsho macsiiba ka dhaha jaraanba dadaha xamadaayaan dada aayaan dada dhibaayaan dada ka jees jeesayaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un may waaha khasaaro qofkan may waaha waqtigan waqtiga ma isla imaan yaalo waqtigan may waaha dareer u hay qofkan ma og
دونا سارانتا دونتنا دارا هاي ايدان دارا هاي بركه وقتي كي سنت لا شب ارتلك دات كان روش القاضي ماي مركا دات كما يوها اي باديو من بورا رغايان اي قف مركي دمدا اي والبدل لشلاي رونتي الهي وانا شلاي ونك درتو لا اله الا الله مي واها خساره وين خر جرته وقتها اي وقتها اي لدمينه اسلامنا مدي فيلهانتي كساسن ون ولاغي دنتا كجرت ادون اي اخره ادون او حلال اي هو اخره او عباده الله كو ابسشديس خير كو ددك لين شيغا هاته هبلن ول كسو ايت ددك خير لين شيغا مس اديني خير كي بدغنسيت ام سمي وا كسو ولاي مسلمين تخبت خدمتي فايدن كجرت دد انفعوك اي دد قريبه له هاتن قرابه له هاتن هادنا مس ددك له هاد ناب ايه وفك لو كفده انتي وقت ايه كدوميو وقت ايه كبيه وقت ايه كمشغولي الى لو كديرده وقت دوميسك لو كديرده ماي وري خساره ولا شك ما لانت قيامه ددك ارموسين كوسلايان هانشلايو الهي مني در بركه حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره ما هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كسبنا ما هي من حسن اسلام المرء روح اسلام نمديس فيلهانتي ما يكون مد تركه انت اسكو كتب ما لا يعنيه ولا بمصلحه دنتيسب ولا دنتيسب كجرنا انت اسكو كتب إياه ورسولك عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي حديث الترمذي ولي وغيره غير شيء نساسك ولي هكذا سداسك ولي إلهي سبحانه وتعالى نقبله إلهي سبحانه وتعالى هاني لله درتيون دين سداسنا إلهي ندره خاتم فإلى إلهي نسي توحيد إلهي نك ختمه دين تنها نولا يوم إلهي ندره وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.